كيجو سي جي خلى اذا منياتها نفسانيا اثار خساره اثار خساره وانتي بغيتي المويتري المسؤولي المسؤول قد تيري امامه يجي مجموعه من الطرفان القوانين هذه تطبق القوانين بطريقه سلسه لبقه وتجيبو تدقم الطرق العشوائيه ما رانوش شوية غير المستوى اللي بحضا نهار المستوى يعني هو شوية توجي المستوى اللي تغا يعني يحم حضان على حسب الوسائل نهار ذو ناس يعني شعال ما تحضى يمكن نقلة يمكن شعال ما يحضى الواحد لأن هناك وسائل هناك كذا من هي مرة باش ديري جن الصح ويتيري بوتصري بالامتحانات ويتيري يعني تيري وني غاي قاعد انا دي قاعد يعني بس نقاخ خفيفت ماشي يخرغش نسيولو استدينو انه الدولة تبدي جن مجهود نوفر الظروف التلميذ اللي يستعدوا البكالوريا نوفرت اللوجيستيك نوفرت الامن مسائل اخو قيمة المركز هذي راح المركز اللي راه راح يستعدوا الامتحان هذه تسعدو كأنه تلميذ يروح هذه تسعدو الامتحان لمؤسسة تربوية غير قوانين تربوية غير قوانين زجرية ولكن تربوية وغير تيريبون يجن القانون الغاز شمام أم حضارة كانت تفتشد ماشي بو منطقي قد الأحجار بلغة الشبهات يجب دمت التليفون يستطيع خميسات صنحات كده قد تلميذني بمجرد ما تستفزز ليش تستفزني تضغط مرة المعلومات اللي غازك تجي في النص ما كان بغي يكارو حنجارة غنبدي بدي تارجيجي مرة يتسن تارجيجي مرة ايواغ مرة ما في قال امتحان غي تسعدو ما بعد تستيشي إذا سكين جا كلمة امتحان يجي مواريس نخرع شوية بالخصوص الإجراءات الكاميرات كذا يعني تو قبلتو غادي يجي العامل النفسي تو غاد شوية لخ العائلات ولا خي حنجار لأن مسألة جديدة وأنه من شك من هي او استدينو خمي غنسي ورخ الكاميرا قد تلمي زاعة علاقة له بالكاميرا الكاميرا قد المكتب من رئيس المركز القاعدة تعد التلمي وغي يقول الكاميرا يعني محضان تغى وغين بوش المراقبة تغى مراقبة زي الأساتذة وغا أدنى مراقبة هي المراقبين غاسل نيري تصبورة المراقبين إذا انت وريق إنسان في وريق إنسان والتصحيح انت وريق إنسان ما مش غيويا صحيح انت وريق إنسان ولات الخلطة في القرار المراكز في كل المديرية تحدد المراكز صحيح ابتداء زينان بنايل لكم مثلا دي صحيح سن غنمشي مثلا دي ديت النظر دي ثلاثه المراكز دي عبد الكريم الخطابي دي الثانويه النظر الجديده دي الشريف محمد مدير كي يتكلف صحيح الدولات قديم المديريه الاقليميه استخدام مجموعه الاساتذه التي توفر لك شروط الكفاءه يعني تقومان في العمليه من تصحيح المواضيع للامتحانات اللي هو بيسردي المشكل تما في اللي عاود تزيد القاعات القاعات اللي تما تصحني في المراقبه كذلك في الكاميرات القاعات اللي داخل ليس الكاميرات المراقبه اسكت ثاني تستغوا هادشي شي قبل اسكت ليس الكاميرات المراقبه وبالنسبه لتصحيح المسائل دائما تيني تما دي ظروف جيده ولا شي تيري ولا ديجا المشكل لا مشكله لها لو كنا ونسعدوا شا الفرصه يا مادام نهار 6 7 8 9 الامتحان القران طبعا البكالوريا الثانيه والاثنين خصك شويه النصائح شك رجل تعليم بالنسبه للمحضان بالنسبه للمحضرين اذا غيتسران خبرينا البرنامج ومجموعه النصائح اللي تلقى غير محضرنا اول ما قبل كل شيء رحوك من غير الامتحان هذا شنو راح فيك خمسه الراح ما مش تقال راحتها الراح النهار قال ويتحدى لك ايش مطوري ويخزاني والو ويتحدى ايش الحاجة الذاكره النص الميموار نسقى في كسي من تكسي خاصة قد تسدي رمضان نعم هذه سحار مليح هذه الش مليح هذه سحار هذه كان السحور لابد هذه ضروري هذه سحار هذه موسو مليح هذه الش الفواكه هذه الش العطير الطبيعي نغم نغم تماطم وجبوني قارتا هذه شتيني هذه عن هذه اعتمد خيني دما تجوز ديك المسائل تساعد طبيعية تعاون غير عقل هذه استوعاب الله يرضي عليك هذه شوية مال مليح هذه الطارة مال مليح هذه شوية مال مليح ثم غادي تسمليح كيفاش الناس اللي كان غادي يستعدوا الامتحان من هنا غادي يستعدوا الامتحان غادي تزاد صلاة النص غادي غادي دعاء الله سبحانه وتعالى غادي توكل على الله غادي يستاس تليفوني قد تليفوني المصيبة الكحلة غادي يعتمد خيز ربي لا مزوار نعم يخفن نعم غادي يعتمد خيز ربي لا مزوار يخفن وين تعتمد بوخ التليفون قد تليفوني تو يجي كارثة أولا يستفوا في الإنسان سين في المجتمع ثانيا يعني تبى بس المشكل قبل مجرد غاشية في التليفون اللي يجيبوها ما مسلمني برخطوها هل تستجيب إذن العدد التلاميذ نهار هذه الإقليم النظر توحى هرمان
لانه في التليفون نيتو فغاز نيجي برغم انه يخفي، ولكن حرموا من الامتحان اقم دانكن على مستوى المستوى الوطني. منايا مرة على المستوى الوطني ما يمد غتو يتشكل خو أبي يبقي مع غالقضاء تبع الدولة ما يمشي غالق بقى المشاكل ساس خاش تليفوني من طلع يوضع ربي شانوني انت ودي ويا ربي شاقديني عامي تقوال. نصيحة عامة الأستاذ النغ، يعني الإنسان يقار عام يكمار السجاد كذا يتبانس دي الامتحان سنخرع، وكلمة امتحان قد الامتحان يسنخرع، اذا يترحس جميع المعلومات يترحس كلشي، ولكن يخسر السنن محضر اذا غتسران الا المعلومات قاين دين الذاكره تخزن، يعني شنو واش نخزينه قد مجموعه من المعلومات غامه مش غنوظف الاستاذ النغ تقال المعلومات باش دايرين الطلبه، لانك النيو طبعا دي التعليم اكيد غاوم نصائح تعمل ذاك الطلبه التوظيف من المعلومات فعلا الراحه الماكله هذه بعد تليفون مش تنيف هذه ديال ربي خمي واه السوجات بو الامتحان ديك الفكره اني ونخرع ثم ديني النقطه المغربيه تخسر ديك يضس في الماكله ثم ديني النقطه المغربيه البكالوريا ام الابتدائي ام الاعدادي ام البكالوريا كيف ديني وقع نخرج شي نهار ندير البكالوريا مين مستيمو لان الاعلامي تيشتي الحجم كثر ديما يتسعج الاعلام يتيراليز الدور يمكن ديس عكسي وديري مولي صالح التلميذ نشتي البكالوريا عادية يمكن هذا مني اقسم لك يمين بان الاسئلة اذا سنتيش ندير البكالوريا اسهل من الاسئلة اللي تسندي بفروض المراقبة المستمرة تقيم دي المؤسسة. اذا الاستاذ النغ يعني تيري الامتحان سهل يهول ولا ولكن قضم الهالة الى ستيشن اعلام تدخيم الى ستيشن هو يجعل ان التلميذ يتوقع شي جنو على الانهيار. شمي الناس اللي قاريو محضر قاراتيو محضر خمي غادي تحط شي تقال لا تقني المراقب تقني البوليس غادي تضرب هو تقني نتوالي المرة طريقي بنيد ولا هنا خمي خصني شي تعيش لي جنو الفيلم فرو ستة ونجوا المعلومات نجح قاين تغاش قادين لي جنو الفرحية لا علاقة لها كغوري نهائيا المعلومات نجحة خاصة طريق نجح خميس تغاد مات وليدي نوار خمي غادي تنبات طريق تنيع خذ 2 دقيق 3 دقيق وسط هذا ولا ديش نحاج وسط ثاني ولا ديش نحاج غار من ديني غار مزوار ما راه مزوار غار وي 2 غار وي 3 ارت كارميل ومن توكل على الله فهو حسبه واه ما ريت وليت تيكي ستيري دو في فوت نجي تارجيجي غار تستيلوني وسط ثاني ولا ديش نحاج غار سراع قرات كارميل سراع قال لي الله يلا حتى 5 دقائق قال ما كيخدمش بانه تطفل ستيري فوت نجي تارجيجي خلي غا تبدينا تفكرت غي غا تبدينا عاد تفكرت باش تجاوب اما في الدقائق الاولى شكت تارجيجي فوت نشي تارجيجي مره من غا تاريخ كون على يقين بانه غا تاريخ غلط. اذا الراحه النفسيه تيرا لي الدور غا نقرا مني ذا مني بالنسبه للاستاذ نغ نصيحه يوداني حطاني يوداني تقريبا الاساتذه يغيرين ديال الحراسه يغيرين ديال المراقبه الاساتذه غيرين ديال المراقبه نغدين غيرين دي سواء المراقبه داخل القاعات نغ المراقبه اللي تتم فجائيه نغ ولا هنا اذا نشتي تعرف نحس فقط تريد باش نتكارم مادام غاتنطار وانت ندي تزاد نسن اذا هذه خزار بانه وني تفتش وني كيتقل الازراء ني ذنبي هنا الى طار وانا نشتي نقرا مسؤولين خاتم امام الله هي الاول مسؤولين خاتم مسؤولين خاتم كمواطنين مغاربة ثانيا مسؤولين خاتم كمسؤولين تربويين ثالثا إذا أحن جابني إذا نقيم الزج إذا غدا حدا تتزاز نغا حكي سجلش الإجراء ماشي دوني نتا فكر قبل غادي كد أي إجراء فكر لأنه وني قد يجي المواطن وقد يدمش تشير إلى الوطن الاستاذ النغ نتقاد شك سوطا سنعقب غير المشكل وقع ساعة زيادة الاجراءات غاتك بالنسبة محضاني وميعدون الامتحانات بالنسبة للاجراء اني وليت العود تغا عود مشكل مغني توقع نهار ميدا ولكن تغا محدود وجبو دي مارا التلاميذ اجل في التنظيمات مش مثلا غريزة دي المكيز غريزة نايل دي المنطقة غريزة نايل المنطقة دي قعاروي مثلا تغا دي نيجي نسبة تبقران ذلكين الوزارة قد تأخذ القرار حسب البلاغ تصدر الوزارة إنما إلى أذن تسمونا أذن عودن لما تبني فقط
لان بعد ساعات زياده ما تبغى تغيب شادي المواد من قبل تمام. نعم لكن وقت اللي وقت غيب شقبل هذا هذا الدار كنا نستعدوا المادية وليت انتو غادي يجون العطب تقلي للأسف الشديد تبغي تختوى يتيري لا اما اذا من الدولة صافي العداد الملايير الدراهم اشنو ديك المشاكل اذا نبغي المسائل اذا نبغي المشاكل اتنت نتفادى لان قوى مصير امة ديك الاحتياطات شين نجدر ماني ديو اماني دي قرب الامتحان البكالوريا وهو تقوى دي حساب النق اماني دي بس في البكالوريا انت الدر دي تعادي انت شقلة دي تعادي انت القتي تعادي تاني دي تعادي ايواني انت 15 يوم قبرني غا 15 يوم اوانت الجميع حضارنا غادي انا نسعد الامتحان خمينا كما الامتحانة انا ابتد نفس القسم سنة قبر لس 15 يوم انا من يوم حضارتي مشتري حد يسعد الامتحان النهار مشكلة الأستاذ النغ ان المهرجانات توقع عند الفترة الامتحانات الفترة الاستعدادات غني تا قضية ساعة زيادة اللي وخاص نسيو الجا بني بني هذه الكارثة تبقى بني مالك خاص نسيو ونسيو الجا نشي نقرا غير محضارة بعدا جبت لي هنا أقوم خويا محضارة محضارة سنك الشريحة سنك وينات ذي الوقت الامتحانات ذي الوقت نص مجد سني ديجن سني ديجن الكارثة مي خصك تغني تنغني سني ديجن الكارثة باش نستويد المهرجان نتي قيمة ثلاث أيام من الامتحان خصني غنغنط المهرجانات الوطنية المهرجانات الدولية تولي الشباب نهار الشباب غاسن شخصيات فنية مثلا تعجيبات يا ذي يسمح للامتحان ذي راح يتفرج إذا ثاني ديجن الكارثة نغني خل الأمة خل الميزانية خل لأن الميزانية بقى الدولة تبدلي المجهود صار في العدد الثمانيات وفي التالي قبل نتيجة من جدة ما قلنا نحضر خمي أحضر أنا هروي يتعدون بالمادة توقعت وغي تبع ما دي تبع الشركة يمي يقين الاتصالات يقين وين هذا ما دي تبع الدولة ما دي تبع قد فقد أدخل مستقبل تقوى يتعدون بالمادة ببارة يدي الحل شنو هاني ناس نقصي تسعة ما قلنا ناس نقصي تسعة تشكلي في قار ما ينال ما نحدي غدر بس نهار قيت تصي ترجع يخذ لي التليفون يخذ لي التليفون يترجى لي كاغا تبع مثلا انت تبع لي قد غادي نلقى ساعة تقيد الاقعة تعدو الامتحان اذا وغتقول حد اذا نعم. بالنسبة للوزارة مي غنبقى تصدى زبالة غدارك ملايا غنختار مجلس غادي ونتمنى تمني صادقنا وسيدينا الخوان شكرا للتعليم سي قبيع مصطفى مدير مؤسسة زركتوني يجن المؤسسة يعني تقاسي جلين ديبات نسيتي مي بحضان ديرين رنينين قل المستوى طبعا المؤسسة نسن زركتوني وسيدينا تمني ان شاء الله سيدي وسيدة نسري اش سي تمني وسيدينا انه الاخطاء غير كان بعدا الاخطاء تحل بالوطني مادام هو الجهه هو بعدا غتشوي الحل تمني غير الوطني انه تلقى الاخطاء قد كي الدوله مليحه الملك الزال الجهوي الجي الوطني غوالات اللي تبغى قبل كي الزال الوطني من بعد الجهوي نعم واه ولكن تقول تلقيت الجهوي وقد الاخطاء ان شاء الله تيري مدارك مدروك الاخطاء يا الاغلاط اللي وقع للجهه انت تدارك واذكر تلحق ديال المسائل اذكر الرجل المناسب في المكان المناسب وتويد ويجن وغتبو العلاقه في الامتحانات اسكش هذه في الامتحانات هذا ميهدم مره باقليم ما يكمل ان تيهدم التصرفات اللي خلقت الفلام جمع واري محضان الطلبة النغي ذا شي تسران وشك رجل تعليم وطبعا قغسني وداني وكين اغتبيع ان شاء البرنامج جاي عدوثا روقتني الأستاذ النغة تفن منقول عن طريق الموقع نوم ماريفينو قغسني ثارو النغي محضان النغ مين دس نقا قغسنا ثاروينو اما يمجد من يبدينا الامتحان هو تجيبون الامتحان يوم القيامة ولكن امتحان دنيوي يتدارك فهمت؟ نعم من دم غيره هو ركز أكثرينهم الجم تلقى المشاكل جانبا الجم خاهم التليفون توكل مع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نعم الوكيل نعم الوكيل ونعم المصير ونعم المصير نعم المصير ونعم المصير هو ذا انتهي نعم المصير نعم ملا توكل الخاس وني وجي والتليفون ديستريبشن اشتيفشن وني خدو كان والتليفون غد قال اجازه وقول اعملوا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن خص العمل يعني هذه توكل هذه خدمه هذه السوجه الله يرضي عليك اي ويش سي ربي دوني انت ودي ويش انت قال مهم المجهود الناس يخدم كذا حتى العائلات ما نعم كيجي دقيقه دقيقه كغس ورق كنبغي يخدموا و وتشد والدقيق فنوم كثار بقينات باش وتفغم
الامتحان راه صحفنو. عافاك الاستاذ النغسي قبيع مصطفى جن استاذ طبعا مؤسسه الزرقتونيك وزغنغان مدير موقع الالكتروني عرفينو اثما دي سمع الزنتي في البرنامج مش تجيذا ونزوانة مالي تجيجن التعزيه خاصه شخصية من شخصيات البرنامج مش تجيدة ونزوانة مان السي الصايم رحمه الله دي الساسة بيخسر نزدي الجنة إن شاء الله زقيو ذان يعاون جميع القنوات العربية ولا الدوزام ولا يعني تغزقيو ذان المشاركين في المؤسسة النس مؤسسة بركان للعائدون من هولندا كن غيرين يوذان تغي عزان يوذان شهادات حية يوذان كيسي خدمنا كوايزا يجن خدمة التمقران تقل مجال طبعا الدفاع عن حقوق مغاربة العالم في هولندا ينيدي عقبن ونتسن هولندا القوانين يسيور خسنة التاسي الصايم رحمه الله البرنامج تي والشاذير إن شاء الله نقرأ مرحبا رمضان إن شاء الله صحة وذات درهنا إن شاء الله رمضان ذي سنسوجد ذي نفسش النغ العبادة القيام الصيام التواصل الأرحام إن شاء الله يا رب العالمين مش إني مزوان البرنامج مزوان والنس ذي جنا الرحمة التمقران تروست الناس ذي جنا المغفرة قالوا الناس ذي جنا العتق من النار وإن شاء الله أنا غنغير المرتبة يا الشرف إن شاء الله لاستقبال رمضان الكريم إن شاء الله الصحة تدادرنا ونري من عتقاء رمضان وإذا نغيب اللغة رب العالمين وكني ويبلغ إن شاء الله رمضان صيامه وقيامه إن شاء الله أخوي سيد فاربي وإن شاء الله الصحة تدادرنا إيش وقدي مغاري جنود الخفاء كذي خدمنا ومثلنا غير فردي إذا نغي زوان غير خدمتهم تغي كمبرن تقضي خسوة تاستيكنيك ونغسي أجرود وشمتهم من شعاء قرأوا الله يهنيكم وزيو مسخي عفاكم صحي تيجو قدي مغاري ونوجيني عزني تغكذي سيقو بيع مصطفى وتبثوا من شعاد قرأوهم أرثي وشا إن شاء الله ذي البرنامج نوم مش تجيذا ونزوانا مال مرن تاي إن شاء الله عفاكم صحيت.